الثانية صباحا في القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في حادث الواحات. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري. دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عقب لقائه نظير السعودي عادل جبير في العاصمة الرياض، دعا الميليشيات الإيرانية إلى مغادرة العراق. كان تيلرسون شارك في حفل إطلاق مجلس تنسيقي بين السعودية والعراق، والذي ينظر إليه على أنه أحد أبرز حلفاء إيران في منطقة الشرق الأوسط. في العاصمة الأردنية عمان، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على أهمية العمل مع الإدارة الأمريكية لإيجاد آفاق للتقدم نحو حل النزاع مع إسرائيل. كان عبد الله الثاني وأبو مازن قد أجريا مباحثات ثنائية موسعة تناولت اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه مؤخرا في القاهرة. قالت تقارير صحفية إن رئيس وزراء اليابان المحافظ شينزو أبي يتجه نحو تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة، ويتوقع أن يفوز التحالف المحافظ الذي يتزعمه شينزو أبي بأكثر من 310 مقاعد من أصل 465 في البرلمان. شارك الآلاف في مسيرة احتجاج في العاصمة برلين ضد حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف الذي يستعد لدخول البرلمان الفيدرالي الأسبوع المقبل. كان حزب البديل المعادي للمهاجرين والمسلمين حل ثالثا بحصوله على 12.6%. الختام في أمان الله.